أجمل تحيات نحييها لكم مشاهدينا الكرام عبر شاشتكم قناة الرافدين الفضائية في هذه التغطية الخاصة حول المقابر الجماعية للمغيبين قسرية والتي تكتشف بين الحين والآخر، آخرها المقبرة التي اكتشفت في ناحية الإسحاق بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين والتي تضم رفات 1990 شخصا، أثبتت الدلائل والبراهين أنهم أناس مدنيون. لكن هناك العديد من هذه المقابر التي لم تكشف حتى هذه اللحظة، ولا نعلم متى سيكشف النقاب عنها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يشاركني في هذه التغطية الخاصة في الأستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث العراقي. أهلا ومرحبا بك أستاذ نظير. الله محييك أستاذ أفل، بارك الله. وأيضا سينضم إلينا عبر سكايب الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك وبضيفك والمشاهدين الكرام، الله يرضى عليك. وعبر الهاتف أيضا من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي من عمان. أهلا ومرحبا بك دكتور هلال. أهلا وسهلا بكم وبضيوفك الكرام. في البدء يعني أعتذر منكم مشاهدينا، ودعونا نتابع معا هذا التقرير لمعرفة الحادثة بشكل أفضل. يحصي المعافون في أوطانهم أيامهم على لحظاتهم الهادئة الرغيدة، إلا أن المصابين فيه يحصون الأيام على تاريخ المصائب والنكبات. فهذه تحصي أيام اعتقال زوجها وتلك مقتل ولدها، وآخرون يخلدون لحظات نزوحهم إلى المجهول. العراق وبصورة أدق مناطقه المنكوبة تحت وطأة تداعيات حرب ما زالت آثارها أشد ضراوة من وقت اندلاعها. مخيمات ومعتقلات ومناطق مدمرة ومقابر جماعية تفتح نافذة إلى ملف المغيبين قسريا وتكشف جزءا من مصير ضحاياه. مقبرة جماعية في ناحية الإسحاق بمحافظة صلاح الدين فتحت بابا جديدا للمتقصين عن رحلة المغيبين قسريا حتى الوصول إلى مصيرهم النهائي، حيث أكد شيوخ عشائر الناحية أن المقبرة تضم رفات عشرات المغيبين والمختطفين إبان الحرب مع تنظيم داعش. وبتتبع مكان اختطافهم في ذلك الوقت يظهر جليا بما لا يدع مجالا للشك أن الميليشيات الطائفية هي من قتلتهم ودفنتهم في مقابر جماعية. وعلى اكتشاف هذه المقبرة قد يكون قياس مصير معظم المغيبين قسريا صحيحا، أنهم قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية كما قال نواب في البرلمان. تزداد الصورة مأساوية عندما يفجع بخبر مصير المغيبين قسريا ذوهم القابعون في مخيمات هي أشبه بمعسكرات الاعتقال، وقليل منهم عاد إلى مناطقه التي لا يزال الدمار سمتها الرئيسة. ويتمنى أهالي المناطق المنكوبة لو تركوا في مدنهم المدمرة لوحدهم لكان ذلك أقل مأساة من أن تتسلط على رقابهم الميليشيات وتكمل سلسلة أعمالها الإجرامية من تغيير ديموغرافي وإذلال للنساء وكبار السن وتدمير لما غفلت عنه الحرب الأولى. تؤكد منظمة Human Rights Watch في جردها السنوي لواقع حقوق الإنسان في العراق أن الميليشيات والقوات الأمنية ما زالت تتعامل مع أهالي المناطق المنكوبة كمتهمين بالانتماء لتنظيم داعش، وهذه تهمة كافية لأن تمارس أبشع الفضائع بحقهم دون أن تخشى مساءلة قانونية، هذا إذا كانت موجودة أساساً. حياكم الله من جديد. أبدأ مع ضيفي داخل الأستوديو أستاذ نظير. يعني أزمة الإخفاء القسري في العراق لا تزال هي أحد الأزمات التي لم تجد حلا منذ أن بدأت وتتفاقم بشكل كبير. كيف وصلت الأوضاع في ملف المغيبين قسرا، وهل تقلصت بعد انتهاء المهمات العسكرية في المحافظات العراقية؟
يعني والله يا أخي أنا أرى أن موضوع المغيبين والمختفين قسريا هو ليس موضوع أنه كانت هناك أحداث قوية وانتشرت هذه الحوادث وستنتهي بانتهاء هذه الحالة الاستثنائية، لا بالعكس، أنا أراها أن هي جزء ومجدول لموضوع يعني إقصاء هذا المكون الأساسي في المجتمع العراقي، أو لإقصاء الخصوم السياسيين الذين يعتقدون أنهم سياسيين. لذلك هو جزء من مرحلة بدأت بعد ما انتهت معارك ضد داعش. أخي الكريم، هل تعلم منذ 2014 وحتى الآن عثر على ما يزيد عن 202 مقبرة، يعني رقم كبير، رقم خرافي يعني قياسا بأي دولة بالعالم. هذا ناهيك عن أنه المقابر التي لم تكتشف حتى الآن. أنا أعتقد أن غاية هذا النظام أو غاية هذه الميليشيات التي تتحكم بهذا النظام العراقي لها أهداف محددة من موضوع الاختفاء القسري والتصفية ودفنهم بهذه المقابر المجهولة. هو يعني إقصاء المعارضة السياسية وإقصاء مكونات أساسية بالمجتمع وكذلك بث الرعب، هذا موضوع مهم جدا. الميليشيات تريد إيجاد حالة من الرعب تنتشر بالمجتمع العراقي لكي لا يستطيع أحد أن يقول أن هذا خطأ وهذا لا يجوز، وبالتالي هذه حالة الرعب توفر لهم إمكانية للسيطرة وإمكانية للبقاء بالحكم. هذا الأسلوب اتبعته معظم الأنظمة الدكتاتورية على مر التاريخ، وهذا النظام الحالي يتبع نفس الأسلوب في معارضته وفي تصفيته لخصومه. هو يعتقد أن المكون العربي السني خصم له، جعل من عنده عدو له، وبذلك هو يجد أن من الشرعية له اتخاذ أبشع الوسائل في حقه وفي سبيل تحجيمه. وكذلك حتى لو نظرنا إلى الخصوم السياسيين، يعني الآن جد لي من هم، يعني حتى منذ بداية العملية السياسية التي تأسست بعد 2003 ومن ضمن الذين شاركوا أيضا بالعملية السياسية، قامت هذه الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران بإقصاء الكثير من الشخصيات، بالرغم أن هذه الشخصيات هي جاءت معهم، يعني هي متواطئة معهم، هي تشترك معهم بنفس المفهوم وبنفس العمالة، ومع ذلك هي قامت بتقليد النموذج الإيراني الذي قامت به بما يسمى بين قوسين الثورة الإيرانية، حينما الشعب الإيراني كله انتفض على الشاه. بعد ذلك قام الخميني بتصفية كل المعارضين السياسيين وانفرد بالسلطة في إيران. هم يحاولون تكرار هذا السيناريو في العراق. الآن أقصوا حتى شركائهم بالعملية السياسية من السنة، والآن يحاولون يروضون السياسيين الأكراد لكي ينفردوا بالسلطة ويؤسسوا بما يشبه الحرس الثوري الإيراني. أسسوا هنا هيئة الحشد الشعبي، والتي جميع الاتهامات توجه لها بهذه المقابر الجماعية وبالاختفاء القسري للمواطنين العراقيين. نعم، أتوجه بالسؤال إلى الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، جريمة الإخفاء القسري هي جريمة متعدية، فهي لا تقف عند من تم إخفاؤه قسريا أو دفنه في هذه المقابر الجماعية، بل تتعداه إلى ذويه وأهله وأصدقائه. برأيكم لماذا تلجأ بعض الأنظمة الحاكمة إلى هذه الجريمة رغم أنها جريمة تجرمها كافة النظم والمواثيق والمعاهدات الدولية؟ أخي الكريم، كما تفضلت وتحدث الضيف الكريم أيضا، أنه هذه الحقيقة جريمة مركبة تشتمل على جميع أنواع الجرائم، فمؤكد أن من يخضع للاختفاء القسري سيكون عرضة للتعذيب والتهديد والابتزاز، وهنالك مشكلة متعلقة بذوي الضحية، فهذا الأمر يجعله يعني جريمة مركبة. أما الهدف من استخدامه من قبل الأنظمة الإرهابية والأنظمة الدكتاتورية والأنظمة التي جاءت مع المحتل والتي تعينها الميليشيات الإرهابية، فهو الهدف منها هو إرهاب المجتمع وجعله تحت الضغط والخوف والمستقبل المجهول، كي تمرر
المخططات المفترض أن تنفذها داخل البلد من خلال إبعاد وإقصاء وإسكات الأصوات المناهضة لحالة الاحتلال المستمرة في العراق على وجه الخصوص. فهنا السبب الرئيس من وراء استخدام هذا النوع من الجرائم هو إرهاب المجتمع، ولأن هذه الجرائم مركبة وتداعياتها واسعة فهي تؤدي الغرض من ذلك، لأنها تبث الخوف والحزن واليأس في نفوس المجتمعات المناهضة للحكومات الاحتلال المتعاقبة. لدينا في العراق اليوم منذ 2017 إلى اليوم هنالك أكثر من 27 ألف مغيب ومختف قسرا. هذه كله يعني قامت بها، نتحدث عن القوات الحكومية خلال العمليات العسكرية التي شنتها مع حلفائها لاستعادة المناطق المنكوبة من تنظيم داعش، وأيضا على أيدي الميليشيات التي باتت تسيطر على تلك المناطق بعد أن أخرجوا منها تنظيم داعش. تسلمتها الميليشيات، والطامة الكبرى أن هذه الميليشيات هي ميليشيات إرهابية ومصنفة إرهابيا حتى لدى الأمريكان، يعني وغير الأمريكان في الاتحاد الأوروبي وغيرها. ولكن مع الأسف الشديد هنالك دعم وتبرير وتسويق لهذه الجرائم وتجاهل في كثير من الأحيان من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة، خاصة تجاه ما يجري في العراق من نعم جرائم وانتهاكات نعم بحق المدنيين البسطاء. نعم دكتور هلال، مركز جنيف للعدالة يطالب في بيان له الأمم المتحدة بالتحقق من مصير ضحايا الإخفاء القسري في العراق، كيف ترى موقف المنظمة الدولية وممثلتها في العراق من القضايا الشائكة وعلى رأسها قضية المخفيين قسرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفك الكرام. وحقيقة الموقف الأمم المتحدة من قضايا قضية العراق تحديدا موقف مخجل ومخزي بنفس الوقت، وتعاقبت على هذا الملف جهات كثيرة يدها ملطخة بالدماء وشريكة بالجريمة، لأنها لم تفعل شيئا، بل على العكس قامت بشكل أو بآخر بالتغطية على هذه الجرائم ولم تظهرها بشكلها الحقيقي، لأنه نعرف أن هذه الجريمة جريمة متكاملة، جريمة مركبة، جريمة حقيقة تتضمن الإخفاء القسري، القتل العمد، قتل الأطفال والنساء والشيوخ، إخفاء معالمهم، إخفاء جثثهم، دفنهم بشكل سري، نهائهم من الوجود، إلهاء المنطقة بكل واحد مفقود لا يعرف مصير ابنه أو المختطف أين وضعه، هل هو حي، هل هو مقتول، متوفي. تعرف هذا يترك أثر سلبي شديد لدى ذوي الضحايا ولدى العراق بشكل عام. نحن نقول أن الأمم المتحدة سوف لن تتحقق من هذا، لأن الأمم المتحدة تسير وفق منهج مرسوم لها في العراق، ولا يمكن أن تتعدى ما يريده المحتل الأمريكي الإيراني في العراق الذي ينسق دائما تنسيق كامل. الميليشيات لم تكن وليدة 2014، الميليشيات كانت وليدة الاحتلال، ولا ننسى فرق الموت الذي أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية وميليشيات غروبونتي وما إلى ذلك، هي كانت تعمل نفس النهج تقريبا، وزجتها بأسماء أمنية والشرطة والجيش، وجعلت منها أداة لقيع بيد المحتل، والأمم المتحدة كانت شاهد زور على هذا الجريمة في من ما حصل في العراق منذ بعد الاحتلال الأمريكي، بعد رحيل القوات الأمريكية بشكل رسمي من العراق، وبقاء المحتل الأمريكي يتمسك بكل عوامل الانتقام من الشعب العراقي. ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى إيجاد ما يسمى الانتقام المربع من المناطق التي ثارت ضد المحتل الأمريكي، وأجبرت المحتل الأمريكي أن يتقهقر
عن احتلال العراق، فعمدت على تشكيل عدة موجات من الانتقام. الانتقام الأول هو تشكيل ما يسمى تنظيم داعش، ومن ثم الميليشيات المدعومة أمريكيا، ما يسمى المحاربة داعش، ومن ثم السكوت على كل الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية بمساعدة ما يسمى قوات التحالف الدولي. إذن الأمم المتحدة في هذا المنبر كانت لها تصريحات خجلة بهذا الجانب، لم تحقق لحد هذه اللحظة في جريمة واضحة للعيان، وهي جريمة جرف الصخر مثلا، واضحة للعيان. لا تستطيع الأمم المتحدة لحد هذه اللحظة دخول هذه المنطقة، ولا تستطيع الدولة العراقية أن تصل. إذن أين الأمم المتحدة؟ نحن نقول أن الأمم المتحدة هي شريكة في الجريمة بصمتها وبإرسال أناس حقيقة يهادنون هذا النظام الفاشي الذي يخفي هذا العدد الكبير من الناس دون وجه حق. نعم، أعود بالسؤال إلى ضيفي في الاستوديو. أنت قلت أن جرائم الإخفاء القسري أو المقابر الجماعية هي جريمة تستخدم من قبل الأنظمة الضعيفة للإبادة الجماعية أو الإنهاء على الخصوم أو التخلص منهم. نفهم قضية التخلص من الخصوم السياسيين أنهم خائفون على كرسي الحكم، لكن ما لا نفهمه أن مقبرة الإسحاقي مثلا أثبتت الدلائل أنهم أناس مدنيون، مما كانت تتخوف منه الحكومة وهم يملكون العدة والعدد والسلاح والسلطة. بل أزيدك على ذلك أن المقبرة الأخيرة التي تم اكتشافها وجد في رفات هؤلاء المدنيين المقتولين، حسب ما قال الإعلامي محمد الكبيسي، يقول وجد حذاء مقاس 36. يعني هل تعلم صاحب كم عمره؟ لا يتجاوز 15 أو 16 سنة، بمعنى أنه تم قتل أطفال في هذه المقبرة، وهذه يعني جرائم كبرى يحاولون أن يفعلوها اتجاه مكون محدد باعتباره بتهمة أنه هؤلاء دواعش وهؤلاء يعني متمردين. بالحقيقة أنما هذه المقبرة بالذات هي ما بعد عمليات تحرير هذه المناطق من داعش، ودليل على أن القوات التي دخلت هذه المنطقة اللي هي في جلها من الميليشيات هي من قامت بهذه التصفية. وأنا يعني لتفسير ذلك الحقد الدفين الذي تحمله هذه الميليشيات هو يرجع إلى العقلية التي تحملها وإلى الممول الذي يمول هذه الميليشيات. يعني الحقيقة إيران منذ البداية كانت تريد تحقيق تغيير ديموغرافي حقيقي في العراق، ومما يسهل هذا الأمر هو مراعاتها ودعمها ليس فقط للميليشيات، إنما حتى لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. هناك أدلة على أن إيران كانت أحد الداعمين لهذه العصابات، بل الفضيحة الكبرى التي يعني قالها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، نشر وثائق بعلاقة النظام الإيراني بتنظيم القاعدة، وكثير من قادة هذا التنظيم هم يعيشون في إيران. هذا يدل على أنه يعني هي تريد خلق حالة صراع في العراق، هي من تقدر أن تديره وتديره بالوجهة التي تريدها. هي تريد تحاول أن تشيع هذا البلد وتغيير الصبغة الديمغرافية لهذا البلد المتنوع والذي يتكون من مختلف الأعراق ومختلف المذاهب. ويعني بالنهاية هي كما تعتقد أن البلد إذا ما تشيع سيكون في جيبها، سيكون مواليا لها. لكن تظاهرات الوسط والجنوب أثبتت بأن هذه الخطة فاشلة، لأن يعني بالمكان الذي فيه أغلبية شيعية هم خرجوا للتظاهر ضد النفوذ الإيراني وضد أذناب اللي موجودين في العراق. يعني أنا أقول لك هذا المسلسل هي تحاول الاستمرار فيه. هي الآن تحولت من يعني من الإخفاء القسري للعرب السنة والقتل وفتح يعني وتنظيم هذه المقابر، الآن تحولت على المذهب الذي تريد هي تدعمه، يعني على المستقبل أن يكون هو المذهب الطاغي. الآن نجد الناشطين يتم قتلهم ويتم اختطافهم، يعني وتجد أن الميليشيات هي من تتحكم بالوضع الأمني في العراق. أما الحكومة يعني الكارتونية الموجودة سواء بقيادة الكاظمي أو من سبق من عادل عبد المهدي وغيرهم من الرؤساء لا يستطيعون أن يقوموا بشيء.
وهذه الحكومات إن لم تكن متواطئة مع الميليشيات فهي عاجزة عن فعل أي شيء اتجاه هذه الميليشيات. وإذا النظام العالمي لم يكف أيدي هؤلاء المجرمين هذا المسلسل لن يتوقف وسوف يستمر، وسوف يتم الكشف عن مقابر جماعية أخرى، وسوف يتم اختطاف ناشطين آخرين أو من السنة أو معارضين سياسيين، لأن هذه هي عقلية النظام، هذه عقلية الميليشيات التي تتصرف فيها في العراق. طيب دكتور أيمن، في ناحية الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين تم اكتشاف مقبرة جماعية جنوب مدينة كريت، إلى أي مدى تكشف هذه المقبرة الجماعية حجم المأساة التي يعيشها العراقيون في ظل حديث عن اختفاء ما يقرب 27 ألف شخص من المدينة فقط أو المحافظة عفوا؟ أخي الكريم، المشكلة الأكبر هي تعامل، طبيعة تعامل السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية والميليشيات على وجه الخصوص مع أبناء تلك المناطق. هنالك أساليب عديدة كثيرة للتضييق على الناس وفرض الحصار عليهم ودفعهم إلى ترك مناطقهم. والحقيقة اليوم لدينا تقارير كثيرة متواترة تبين أن هنالك مخططا جديدا يتم تنفيذه لإكمال مراحل التغيير الديموغرافي في المحافظات المنكوبة التي بات أغلبها يعني تركت دمارا وخرابا ويبابا. وهذا اليوم أغلب أهالي المناطق المحافظات المنكوبة إما مطارد من قبل السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية والميليشيات، وإما نازحا داخل وطنه في مخيمات بائسة، مخيمات مهملة، مخيمات متناثرة في الصحراء، عرضة يعني حياتهم مهددة بأي لحظة، وإما أن يكون خارج البلد، إما في محافظات كردستان أو في خارج البلد أصلا، هاجر إلى الخارج، لأنه لم تترك هذه الحكومات التي لا تقبل الرأي الآخر ولا تقبل بالآخر. فلدينا من مناطق سهل نينوى، لدينا من مناطق يعني العرب السنة، لدينا من مناطق الطائفة المسيحية، لدينا من مناطق الأيزيديين. جميع هذه المناطق اليوم بجولة بسيطة تتأكد أنه هنالك مخطط كبير يجري تنفيذه. يعني حتى في العام الماضي وجدوا أنه هنالك بذرائع شتى وليست لها أسانيد تاريخية ولا حتى يعني ليست مذكورة في الكتب. هنالك منها أذكر مثلا طريق السبايا وغيرها من هذه الأمور غير المثبتة حقيقة تاريخيا. لكن ما الغرض منها؟ الغرض هو تغيير التركيبة السكانية لمناطق واسعة من العراق. لدينا أكثر من 9 محافظات يجري فيها تنفيذ هذا المخطط الواسع الخبيث الذي يرمي إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين وإبدالهم بسكان جدد. وهذه ما نشهده اليوم، والمقابر الجماعية والانتهاكات الكبيرة التي خضع لها أهالي تلك المحافظات يعني هذا كله هي حلقة من حلقات متسلسلة ومنظمة حقيقة بهذا الاتجاه لإحداث هذا التغيير الديموغرافي ولإحداث هذه حالة الرعب بين الناس لإتمام مشروعهم في كما يدعون هو تصدير أو يعني تصدير الثورة أو ما تسمى بالثورة الإسلامية. نعم مشاهدينا الكرام، قبل أن نكمل تغطيتنا لنتابع معا هذا التقرير الذي أعدته قناة رافدين.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. أتوجه بالسؤال إلى الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، يعني بحسب الأهالي والبيان الصادر عن مشايخ ووجهاء الناحية في الإسحاقي، إن الميليشيات تمنع فتح هذه المقبرة وتمنع استرجاع جثامين المخفيين رغم صدور أمر قضائي بهذا الخصوص. السؤال الذي يطرح هنا، ماذا يمثل هذا الإجراء ولماذا برأيك تمنع الميليشيات إخراج جثامين المغيبين؟ أولاً، الميليشيات في هذه المناطق هي تتحكم كما أشار المتحدثين ضيفك الكرام بمصير أهل هذه المناطق أكثر مما تتحكم الآن في مصير أهلنا في جنوب العراق. أولاً، المشروع الإيراني الذي تحدث عنه الدكتور أيمن مشروع متكامل. قضية التحفظ على عناصر الجريمة هي جزء من إخفاء معالمها. معروف أنه يريدون أن استصدار شيء لكي يكون هناك أمر قصري بعدم فتح المقبرة أو التحقق أو ربما إجبار الأهالي على السكوت وابتزازهم، لأنهم تعرف الآن الذي يتحكم في مصائر هذه المناطق هم الميليشيات أكثر من الجيش، وكلكم سمعتم المكالمة الهاتفية ما بين أحد قادة هذه الميليشيات يتكلم مع ضابط كبير في عمليات الأنبار وكيف هي الصيغة التي يخاطب بها هذا الميليشياوي القائد العسكري. إذن هذه الجريمة يراد أن تخفى أو تنسى كما نسيت الجرائم التي خبأها مقبرة المغيبين والسقلاويين الواضح الذي أظهروهم في التلفاز يوغتها أنهم يقودوهم على شكل أسراب، والقضية الانتقام من هذه المناطق، والآن ظهر لنا كما أشار الدكتور أيمن طريق السبايا الذي يراد منه انتشار مواقع هذا الطريق كله يكون مسيطر عليه من قبل إيران. إذن هم يفكرون في قضية ويستخدم فيها الصراع المذهبي التي تحسم قيادة إيران بشكل كبير، لأنها لديها مشروع قومي، وهذا المشروع القومي دعم أمريكيا بحجة الانتقام من هذه المناطق وضعف هذه المنطقة بالشرق الأوسط وما يسمى بالكتلة الصلبة كما يسموها سياسيا في العراق والشام، ومدت هذا المد الكبير في اجتياح هذه المناطق بعدة أسباب، للقاعدة ومن ثم داعش ومن ثم الميليشيات وكل هذه المسميات سيكتشف العالم في يوم من الأيام كما بدأت الأمور، وإحنا نعرفها من البداية وقلناها من البداية أن هذا المخطط هو مخطط واحد، فالذي يقتل الناس بهذه الكم الهائل أعتقد أنه المخطط واحد والمنفذ، وإن اختلفت أسماءه وشعاراته فهو نفس المجرم، لأن الطريقة نفسها والدعم ذاته. نلاحظ أنه عندما دخلت داعش هذه انسحبت القوات الحكومية، يعني هل يعقل أن أنت تعاقب ناس عزل تم تجريدهم حتى من السلاح الشخصي بحجة الإرهاب وإرهاب السنة وما ذلك في ما فترة ما بين 2005 وما تلاها، ومن ثم تسلط عليهم قوات تترك لهم الأسلحة وتترك لهم كل شيء وينسحب الجيش في عدته وعتاده، ومن ثم يعاقب المدنيون لأنهم بقوا في هذه المناطق بحجة انتمائهم لداعش. إذن هناك نية مبيتة على القضاء على هذا المكون، وهذه قضية لا تهم العراق وحده، ليس في العراق، كان النقطة التي منها انطلق الإرهاب المقدس الإيراني إلى سوريا وإلى اليمن وإلى لبنان وإلى المنطقة، والآن يهدد المشروع الإيراني بالمناسبة ليس مشروعا مذهبيا، وهذا ما أثبتته الأحداث في جنوب العراق الآن عندما يأخذون النشطاء ويقتلونهم ويقطعونهم بطريقة بشعة جدا أمام أنظار ما تسمى السلطات وغير واخرهم الشهيد حيدر رحمه الله من ذي قار. لاحظ تشاعة الأسلوب مع من يكون هو شيعي ومن نفس المكون المذهبي. إذا المشروع ليس مذهبيا، المشروع إيراني مشروع قومي يستخدم النفس المذهبي كوسيلة للقضاء على الكتلة الصلبة ومن ثم يمتلك في جنوب العراق، وهذا ما يحصل وهذا ما حذرنا منه منذ البداية، أن المشروع الإيراني مشروع قومي، والآن ما يدفع به الناس
للبلاء في هذا في هذه المقابر الجماعية، ومحاولة السلطة الحاكمة في العراق من أنه إيقاف أي عملية إخراج للجثامين الضحايا لكي يتم التغطية عليها بشكل أو بآخر. نعم، أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ نظير. أستاذ نظير، دور الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي والقوات الأمنية الرسمية ومجلس النواب في هذه المشكلة، خصوصا في قضية مقبرة الإسحاق التي اكتشفت في الأيام الماضية، ما هو دورها؟ ما الذي قامت به؟ ما هو ردة فعلها عليها؟ يعني أنا أرى أن الدور الحكومي لا يخرج من حالتين، إما أن يكون متواطئ وموافق على هذا الفعل الميليشياوي، أو أنه عاجز عن يردع هذه الميليشيات. والكاظمي حاول عند بداية وصوله إلى رئاسة الوزراء أن يوحي للناس ويخدع الناس بأنه هو جاء ممثلا لمطالب الشعب العراقي، وهو سيطوي صفحة الماضي ويبدأ بصفحة جديدة يعطي الحقوق لكل مستحقيها. ويعني أنا أذكر في بداية تنصيبه ذهب إلى وزارة الداخلية وزارها، وكان أول مطلب خرج به الكاظمي هو التوجيه بالعمل على معرفة مصير المغيبين والمخطوفين قسريا. ويعني الناس جميعا استبشروا بأن فعلا هناك صفحة جديدة ستفتح. وفي قبل أشهر، عندما في شهر آب بالتحديد، عندما استقبل عوائل من محافظة صلاح الدين، وكان أحد المطالب هو معرفة مصير المخطوفين، يعني وقف وأقسم بأنه سيكون مصير المخطوفين، يعمل على معرفة مصيرهم ومحاسبة من قام بتغييبهم. ولكن أين هذه الوعود؟ هذا الرجل عاجز عن أن يعرف مصير شخص واحد، سجاد العراقي اللي بالناصرية قدم إلى قوات جهاز مكافحة الإرهاب وظلت عدة أيام هناك، ولم يستطيع أن يعرف مصير هذا المتظاهر وغيره من الناشطين. وعندما مسك شاربة أمام زوجة هشام الهاشمي وقال دم برقبتي، يعني الله يكسف رقبتك، وين دم هذا الرجل المفكر الباحث السياسي؟ يعني هو يعطي وعود غير قادر على تنفيذها. وأنا أقول لك أحد أهم الصفات للدولة الهشة، وهو تعبير مخفف للدولة الفاشلة، بأنها لديها من القوانين ما لا تستطيع أن تفعله وتفعيله، يعني بالنظام بالقانون العراقي، بأن هذا الفعل اللي هو التغييب والقتل والمقابر الجماعية هي أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون. ولكن هذا القانون لا يحترم من الحكومة العراقية نفسها، ولا يحترم من المؤسسات الحكومية، ولا حتى من الميليشيات التي هي يفترض أن تكون مجامع خارج القانون. وهذا دليل على أن هذا النظام السياسي نظام فاشل، هو غير قادر على تفعيل قوانينه. ولذلك يعني أنا لا أرجو بهذه الحكومة ولسبقتها، وحتى بالحكومات التي ممكن مستقبلا أن يكون. والأكثر من هذا، ما يسمون بين قوسين السياسيين السنة الذين يفترض أن يدافعون عن حقوق مكونهم الآن الذي يذبح، يعني أحد أهم الحملات الإعلامية التي قام بها الآن الموجودين في البرلمان كان هو معرفة مصير المغيبين وإرجاع النازحين إلى مدنهم المهدمة، وصدع رؤوسنا بهذه الدعايات. ماذا فعلوا الآن؟ إحنا يعني صار لنا 3 سنين، يعني من 2018 وحتى الآن، ماذا فعلوا لمكونهم؟ ماذا يعني قضوا هذا الوقت كله في تناحر. وحاليا السياسيون السنة ما هم إلا عبارة عن مرآة للسياسيين الشيعة اللي تابعين لإيران، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء. هم يعني منهمكين في خصوماتهم، منهمكين في الحصول على موارد أكثر ومناصب أفضل. هذا هو حال اللي ما يسمى بالسياسيين السنة. يعني نظام سياسي هو يساعد على هذا الإجرام. دكتور أيمن، المحكمة في العراق أو القضاء في العراق من جهته ربط قضية استخراج جثامين المخفيين قسرا بحضور منظمات دولية محلية وعالمية، يعني ألا يدخل هذا في إطار عمل النيابة العامة بشكل أو اختصاصها الأصيل؟ ألا يدخل هذا في إطار عمل الدولة بنفسها، وبعد ذلك تطلب مثلا مراقبة المنظمات الدولية لما يحصل من تحقيق في هذه القضية؟ إذن
ما هو الربط بين إخراج جثامين المخفين قسرا وحضور المنظمات المحلية والدولية من أجل، هل هو لأجل إخفاء ظهور الحقيقة أكثر؟ أخي الكريم، يعني إحنا اليوم أمام حالة وهي مجزرة الإسحاقي، لكن بمراجعة بسيطة للحالات السابقة وهي عشرات الحالات من جرائم ومجازر ومقابر جماعية يعني خلال العام 2020 على سبيل المثال للحصر، نجد أن الحكومة، غرض الحكومة من كل هذا العمل الاستعراضي هو توفير الحماية وكسب الوقت وتوفير الحماية للقتلة والفاسدين، وبنفس الوقت هنالك إعطاء مجال لطمس الحقائق أو طمس الأدلة أو تحريفها أو تغيير الأمور بشكل يصب إلى صالح المرتكبين المعروفين الذين هم اليوم جزء من هذه الحكومة وجزء كبير منها. فلا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون الهدف من وراء هذا التمديد أو هذا الوقت، كسب الوقت، هو أنه حتى يتم تهيئة المشاهد، مشاهد الجريمة، وأعدادها بشكل آخر. المشكلة اليوم الحكومة ذكرناها في كثير من التقارير السابقة لقسم حقوق الإنسان في الهيئة، أنه هذه الإمكانية القانونية توظفها الحكومة اليوم لصالح المرتكبين ولصالح الجنات، هي تريد أن تخرج هؤلاء من ما تورطوا فيه ومن الأدلة الدامغة على طول الخط. فهذه التجارب السابقة تنبئ بما سيكون مصير هذه المجزرة، والتي هي مع الأسف الشديد يعني ليست الأخيرة. فهذا الأمر هو الغرض الأساسي منه هو التوظيف القانوني وحماية الجنات والمرتكبين بالقانون، وإضفاء يعني إبعاد التهم عنهم وخلط الأوراق. وبالنتيجة ستضيع الحقوق وتهدر الدماء، دماء الأبرياء المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، ولكن يعني كل ما هنالك أنهم عاشوا في ظل هكذا حكومات ليست ملتزمة ولا تمتلك أي مقوم قانوني من مقومات الدولة القانونية الوطنية التي تحترم نفسها. نعم، أنتقل إلى الدكتور هلال. اتفقتم على أن الميليشيات كان لها الدور الأكبر فيما يحصل في العراق، كونها يعني تعمل دون رادع وتنتهك القانون دون رادع من قبل الحكومة والقضاء، لكن ما هو الدور الذي لعبته الميليشيات المسيطرة على الأرض في تفاقم أزمة أو جريمة الإخفاء القسري في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية على أقل تقدير؟ الحقيقة هذه الميليشيات وجدت لهذا السبب. يعني الميليشيات عندما تم إنشائها بهذه الصيغة وبهذه الشكلية وبأوامر إيرانية واضحة، الهدف منها هو مد الأذرع بشكل قوي، إيجاد المبرر للإرهاب المقدس الذي كتب عنه أمير طاهر في ثمانينات القرن الماضي. هذا هو الإرهاب المقدس الذي يوجه ضد الناس الآن بحجة محاربة الإرهاب وداعش والقاعدة وما يسمى هذه المسميات الكثيرة، ومن ثم البقاء في هذه المناطق لحد الآن. يعني نحن نعرف أنه عندما تكون هناك ظرف طارئ في دولة ما، قد تستدعي الأمور أنه إلى الحشد الجماهيري أو يسمى الشعبي كمن أو من الجيش، ولكن عندما تنتهي المهمة العسكرية ينتهي مهمة هؤلاء ويخرجون من الأرض فورا، تبقى مسؤولية الدولة إن كانت هناك دولة. ولكن لأن المشروع هو مشروع متكامل مرتبط أن هذه الحكومة وهذه الأحزاب هي كانت تقاتل مع الإيرانيين خلال 8 سنوات، فعندما تسيطر على هذه المناطق جاءت بنفس الانتقام، ولا زالت
تعترف ويعترف قادتها بأننا جئنا لننتقم. إذا المنتقم لا يمكن أن يبني بلد ولا يمكن أن يحق حقا. القضية الأخرى قضية لماذا هذا التكامل ما بين النظام القضائي بين قوسين اللي هو لا قضاء لحكومة أو سلطة احتلال، لأن القضاء يجب أن يكون مأمور شرعا حسب الشريعة الإسلامية، وإذا حكمت إن الله يأمركم أن تحكموا بالناس تحكموا بالعدل. هذا العدل المفقود الذي يريد أن يحمي الجاني ويجرم الضحية، هذا هو الذي يسود في العراق منذ 2003 ولحد الآن. لم نسمع تجريم ميليشيا أو قائد ميليشيا واحد ارتكب جريمة منظمة معروفة إلا وهم يرفعونه ويضعونه. قضية أخرى قضية أنه لماذا التباطؤ الشديد وتناسي حقوق الآخرين، لأنه لم يجدوا رادع. السلطة الآن ما تسمى الدولة العميقة التي أنشأتها إيران لصالحها في العراق، هي تتحكم بالقضاء وتتحكم بمسير الجيش وتتحكم بمسير القوات الأمنية. ولو افترضنا جدلا وليسمعني المشاهد الكريم أينما كان أن قوات من قوات أهل السنة من أي مدينة، خلنا نتكلم بهذه اللهجة التي لا نؤمن بها، اجتاحت بغداد كما حصل قبل أسبوعين وثلاثة أسابيع عندما اجتاحت قوات العصائب وغيرها مسلحة في منتصف بغداد، ماذا كانت تفعل الحكومة؟ لم تفعل شيئا. ولكن لأن هذا جزء من الجزء، هم جزء من هذا النظام الفاسد الفاشي الذي يريد إضفاء صفة الفرنسة أو تفريس العراق. حقيقة أخي الكريم، المشروع الإيراني يرتكز على القضاء على عروبة العراق، هذا هو الهدف الأساسي. ولا يسمى شيعي أو سني، أقول الآن اللي يقتل اللي قتل الإسحاقي هو نفسه اللي يقتل به الناصري، هو نفسه اللي قتل النجف، ونفسه عند السعداد يقضي على كل عربي. هذا الكلام يجب أن يكون واضحا. نعم أستاذ نظير، يعني إذا فرضنا جدلا أن تلك الميليشيات تملك الحق في فرض القانون في العراق، هل لها الحق أيضا في محاسبتهم خارج إطار ذلك القانون؟ وكيف أو بماذا تصنف إجراءاتهم التي يقومون بها تجاه المدنيين؟ يعني أنا لا أعرف كيف افترضت أنه ممكن تكون ميليشيا مسلحة لا قانونية أن تمثل هي القانون وهي من تطبقه. يعني الأمر مستحيل سيكون قانون غابات، أو يعني نعيش عبارة عن كانتونات، كل أمير حرب أو كل زعيم ميليشيا يحتكم على قطعة من الأرض يفرض قانونه الشخصي على هذه البقعة. لا يمكن. الآن نحن نعيش في زمن مختلف عن قبل 500 سنة أو 600 سنة، الآن الدول تقام على القانون، يجب أن يكون هناك حكومة تدير هذا البلد ممثلة عن الشعب الذي يعيش فيه، وإلا كيف يمكن أن تكون جماعة مسلحة هي من تفرض القانون وهي من ترى بأن هذا صالح وهذا طالح وهذا مجرم وهذا بريء؟ كيف هذا؟ يعني بالتأكيد ستكون أحكامهم متأثرة بالهوى، متأثرة بأفكار من يحملون هذا السلاح، بل متأثرة بمن يمول هذه الميليشيات. لذلك كان هنا لأنهم يعني الآن يحملون كتابا من البرلمان أنهم أحدى القوات الأمنية وأنهم تابعون للقائد العام للقوات المسلحة، ففرضنا جدلا أنهم يملكون الحق في فرض القانون، لكن هل يملكون الحق في محاسبة المدنيين خارج إطار ذلك القانون؟ بالتأكيد لا، ليس من صلاحياتهم. حتى لو افترضنا أن هذه الميليشيات هي جزء مثلا من الجيش العراقي، لا يحق له أن يعني يقتل الناس ويدفنهم في مقابر جماعية ويغيب آخرين ويغتال آخرين، هذا ليس من اختصاصه، هذا من اختصاصه يفترض القضاء هو من يحاسب الناس. ويعني من ارتكب الجرم الأكبر هو من أعطى الشرعية لمثل هذه الميليشيات وجعلها جزء من الدولة ومن مؤسسات الدولة. يعني قبل أيام، يعني أريد أن أسمي أتكلم بالأسماء، يخرج لنا سليم الجبوري يتم سؤاله من جديد، يقول له المذيع لو رجع بك الوقت هل كنت ستوافق على تشريع ميليشيات الحشد الشعبي وتجعلها مؤسسة من مؤسسات الدولة؟ قال نعم.
حينما سأل المذيع ولماذا، قال لكي لا تبقى ميليشيات منثلتة، ويعني والآن واقع حالة ما هو؟ هو واقع الحال الآن هي ميليشيات منثلتة، يعني تأتمر برأسها وتوالي لدولة خارجية ولا توالي الحكومة العراقية نفسها. هذا ما جنت أيديكم، والآن يعني عندما يتم حصرهم في زاوية يقولون نحن جزء من الدولة، وعندما يريدون أن يمارسون بطشهم وقتالهم خارج الحدود يقولون نحن ميليشيات ولائنا إلى علي خامنئي. هذا واقع الحال. يعني كيف يمكن، يعني أنا أقصد أن هؤلاء السياسيون حتى من يقول أنا أمثل المكون العربي السني هو ساهم في تشريع مثل هذه الميليشيات الإجرامية وجعلها كأنها مؤسسة حكومية، مؤسسة تابعة للدولة. نعم، بدقيقة أخيرة دكتور أيمن، يعني المشاهد يرى أن المحافظات بعينها يطالها النصيب الأكبر من التغيير الديموغرافي. السؤال الذي يطرح هنا، ما هي حقوق هؤلاء أو أهالي وذوي المخفين قصرا أو الموجودين في المقابر الجماعية؟ أخي الكريم، هذه الجرائم ويعني غيرها قطعا لا تسقط في بالتقادم. هاي أولا. اثنين، في جرائم الاختفاء القسري ينبغي على الحكومة أن تفصح عن مصير المغيبين قسريا، لأنه الاختفاء القسري مسألة متعلقة بالحكومة أو بأجهزة أمنية رسمية أو بميليشيات تعمل برخصة من الحكومة، فهذا الأمر متعلق بشكل أو بآخر، مباشر أو غير مباشر، بالجهة الحكومية. فينبغي هنا الإفصاح عن مصير الاختفاء المختفين قسرا. قبل ذلك يجب تجريم هذه الحالة. إلى اليوم في العراق لم يجرم حالات الاختفاء القسري، لم تجرم كجريمة بحد ذاتها، هي ممكن تكون موصوفة أو معبر عنها في القانون العقوبات أو القانون المحاكم الجزائية، لكن لم ينص ذلك عليها. ثلاثة، لذوي الضحايا الحق في الجبر المجدي والذي يعدل المأساة والمدة التي تغيب فيها وما أصاب أهله من جراء غياب المعيل. لدينا يعني اليوم عشرات الآلاف من العائلات بلا معيل، السبب أنهم مختفون قسرا، جرى إخفاؤهم على أيدي قوات حكومية ومثبتة هذه الحالات، وتم مخاطبة الأمم المتحدة بهذا الصدد، والأمم المتحدة بدورها لجنة الاختفاء القسري، لجنة الاختفاء القسري خاصة. نعم، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. بدقيقة واحدة لو سمحت دكتور هلال، ما هي وجهة نظر يعني القوات التي تحافظ على الأمن من فلول تنظيم الدولة؟ هكذا تقول الميليشيات أنها تحافظ على أمن الدولة، لكننا نجدها تقتل المدنيين، لماذا برأيكم؟ الشريعة الغاب الذي طبقها هذه الميليشيات هي التي تسود، وهذه الجريمة ترتكب باسم الحكومة، والحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة، لأن الحشد الشعبي والميليشيات هذه تعتبر جزءا من الدولة، الحكومة العراقية، والذي يتحمل مسؤوليتها المباشرة القانونية والأخلاقية والقائد، ما يسمى القائد العام للقوات المسلحة والحكومة ومن شرعها. فبالتالي نحن أمام تصفية جماعية يتعاون عليها كل الأطراف التي سميت في العراق، وكلها تشترك في قضية الإرهاب المقدس اللي تكلمنا عنه، واختفاء هذا العدد الكبير من الناس بهذا الوقت تتحمله بشكل مباشر الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية بشكل كامل، لأن هم جعلوا من هؤلاء المجرمين جزء من نظامهم السياسي. فإذا كل ما يقوم به الحشد الشعبي تقع مسؤولية القانونية على السلطة التي تحكم العراق الآن. الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. في دقيقة أخيرة،
كل النظم تثبت أن هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية. من الممكن أن القانون الدولي والأمم المتحدة أن تنصف ذوي وأهالي هؤلاء المغيبين، لكن لماذا لا نجدها قد تتدخل؟ يعني النظام الدولي ثبت إلى أنه يتعامل بمكيالين مع الحالة العراقية، فهو بالرغم من أنه لديه المعلومات الكاملة على إجرام هذه الميليشيات، لكنه لا يفعل شيء إذا يعني الكف على أيديهم. يعني بدليل أنه بامبيو لم يسعف الوقت طيلة الأربع سنوات الماضية أن يعلن دعم النظام الإيراني لتنظيم مثل تنظيم القاعدة إلا قبل أيام. وماذا كان يفعل؟ معناها أنه كان هناك عملية تخادم ما بين النظام الإيراني والولايات المتحدة في دعم مثل هذه المنظمات الإرهابية، وهذا ينطبق أيضا على الميليشيات. قبل ربما شهر أو أكثر أعلنت الولايات المتحدة قطع تمويلها لمنظمات مثل منظمة بدر وغيرها من المنظمات الإرهابية الموجودة في العراق. هذا يدل على أن الولايات المتحدة كانت تدعم هذه الميليشيات الإرهابية. وأنا أقول الولايات المتحدة باعتبارها هي من يقود الآن المجتمع الدولي. الآن المجتمع الغربي والدول الفاعلة لا تستطيع أن تتخذ موقف بدون الموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي هكذا نرى هي لا تريد من العراق أن يكون بلد قوي، ولا تريد أن يستعيد عافيته. والفوضى هذه ربما هي حالة مثالية بالنسبة لها، ولم تفضح هؤلاء الميليشياويين إلا بعد وصول حالة الخصام مع النظام الإيراني إلى مستوى معين يقبل بفضح هذه الأمور. نعم، الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي كنت معنا في استوديو الرافدين في هذه التغطية الخاصة، شكرا جزيلا لك. وفي الختام نشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، نتمنى أن نلتقيكم على خير في كل وقت إن شاء الله. إلى اللقاء.